أخوات والإخوة الأعزاء، حضور الكريم، أود بداية التعبير والأستاذ سي محمد يزغي، أعتذر عن سهوي في التوجه إليك شخصيا، أود بداية التعبير عن امتناني لمؤسسة الشهيد عبد الرحيم الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد لتشريفي بالمساهمة بشهادتي المتواضعة في حق أخينا القائد الرمز الأستاذ محمد اليازغي، وعن تحيتي العالية على مبادرة تكريمه المستحق بامتياز. لا أخفيكم ما تجاذبني من اعتزاز وفخر بتقديم شهادة في حق أخينا المناضل سي محمد اليازغي من جهة، ومن تهيب في نفس الآن من جسامة المهمة بالنظر لما يميز مساره الحافل من تماهٍ مع تاريخنا السياسي المعاصر بكل رهاناته ومساراته وتقلباته وبكل آماله وآلامه ونجاحاته وإخفاقاته، والذي أسهم فيه الأستاذ اليازغي بقدر وافر كأحد أبرز رجالات هذا التاريخ الكبار الذين نذروا حياتهم للنضال من أجل رفعة الوطن ووحدته وتقدمه ومن أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. كيف لي أن أفيه حقه في كلمة مقتضبة كهذه؟ وسيرته المديدة تزخر بالعطاءات والتضحيات والمواقف الجريئة والأدوار الحاسمة في محطات كبرى وعلى واجهات عدة. فالرجل قامة كبيرة نحتت بصمات لا تنمحي في حياتنا السياسية كأحد قادة اليسار البارزين وأحد آخر زعمائه التاريخيين في زمن من عناوينه أزمة النخب وغياب القيادات الملهمة وانحصار قوى التقدم. فالسي محمد اليازغي لم يكن وحسب قائداً للاتحاد الاشتراكي، بل كان لعقود من أبرز رموز المعارضة ككل، إلى جانب رفيقه الكبير الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد والشهيدين المهدي بن بركة وعمر بن جلون والأستاذ المرحوم عبد الرحمن اليوسفي. لست في حاجة بالتأكيد لذكر مساره الحافل، وهو ما عرض علينا الأستاذ صديقي لحظات ومحطات هامة منه. لست بحاجة لذكر مساره الحافل وما اطلع به من أدوار منذ تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ثم الاتحاد الاشتراكي ومواقفه المشهود له بها في كل الواجهات والمحطات وصولاً إلى دوره في تجربة حكومة التناوب. فما يجدر الوقوف عليه كونه بلا جدال سياسياً محنكاً يجمع بين الصرامة المبدئية والمرونة السياسية وبين الجرأة الفكرية والمسؤولية الرصينة وبين الكاريزمية القيادية والقرب من القواعد التنظيمية، مما أهله لكي يلعب دور المسؤول السياسي ورجل التنظيم الحزبي في نفس الآن، بلور التقرير التنظيمي للحزب وظل يتنقل بلا كلل بين الفروع الحزبية للقاء المناضلات والمناضلين. كما هيأته تلك الخاصيات المتميزة ليلعب دور القائد للمعارضة ثم مسؤول حكومي مجدد، مما يسجل له تصديه الحازم لمن كان يتولى أم الوزارات من أجل فرض مشاريع الإصلاح الكبرى في مجال إعداد التراب الوطني، حيث أطلق حواراً وطنياً واسعاً شاركنا فيه آنئذ كمجتمع مدني.
كلنا نعلم هول ضريبة النضال التي أداها الأخس محمد اليزغي من حريته وجسده، بل واستهدف في حياته. ذاق مرارة الاعتقال وآلام التعذيب مرات عديدة في 63، 67، 70، 73، 81 و 81 بمعية عبد الرحيم بوعبيد ومحمد الحبابي. ولم تكتفي الآلة القمعية بكل تلك الانتهاكات، بل حاولت تصفيته عبر الطرد الملغوم سنة 73 الذي انفجر في وجهه وأدى إلى إصابات بليغة في أجزاء عدة من جسده، كادت تودي بحياته. اختطف مع ذلك إطرها دون رحمة. كل تلك الانتهاكات الجسيمة لم تتنه عن عزمه على مواصلة نضالاته، برهاناً قاطعاً على رسوخ قناعاته ووفائه للقضايا التي عانقها طيل حياته، كما أكد سمو أخلاقه وصدق تجرده عند تقديم ملفه إلى الهيئة المستقلة للتحكيم دعماً لسيرورة معالجة ملف انتهاكات الماضي، حيث اكتفى بطلب درهم رمزي رافضاً التعويض عن الضرر. وبما أن الهيئة آنذاك رفضت رفضاً باتاً صيغة الدرهم الرمزي وأصرت على التعويض، سلم المبلغ للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وكان بذلك منسجماً مع اختياراته ومكانته كفاعل سياسي أساسي وكصاحب قضية. من الجدير بالتنويه أيضاً انشغاله الدائم بالقضية الوطنية ومواقفه القوية بشأنها وتحاليله العميقة لرهاناتها وتحدياتها ومعرفته الدقيقة بتفاصيل الملف التاريخية والسياسية والقانونية، تعكسها تصريحاته وحواراته والكتاب الهام الذي خصها به والذي أصبح بامتياز بالنسبة لنا جميعاً مرجعاً للإحاطة بالقضية في كل أبعادها. كما لا يفوتني التذكير بالدور الإعلامي الكبير للأخ اليزغي كمدير لجريدتي المحرر وليبراسيون عندما كانت الصحافة الحزبية هي الأساس، وككاتب عام للنقابة الوطنية للصحافة التي كانت درعاً قوياً للدفاع عن حرية الصحافة وحرية التعبير عموماً في فترات اتسمت بالتضييق الشديد على الصحافة وبالرقابة القبلية حتى، بل وحتى بضم الإعلام آنذاك للوتارة الداخلية في فترة من الفترات، وهو ما جعل منه المسؤول المناسب في واجهة حيوية وفي ظرفية عصيبة كانت تقتضي إشراف إطار من عياره وطينته. الأخوات والإخوة الحضور الكريم، عندما قررنا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الاندماج في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كان الأخ اليزغي الكاتب الأول للحزب من المؤيدين الأوائل للخطوة والمرحبين بالمبادرة، وعمل بروح وحدوية عالية على تهيئ عملية الاندماج وتحقيقها، وأولى اهتماماً كبيراً لعملية انصهارنا في الحزب سياسياً وتنظيمياً رغم مقاومة بعض الأطراف ورغم التعقيدات التي لا تخلو منها تجربة من هذا القبيل. وبما أنني حظيت بشرف عضوية المكتب السياسي، عاينت عن قرب حنكته السياسية والتنظيمية وحصافة آرائه وقدرته على الإنصات وتقبل الرأي المختلف وفي تدبير النزاعات، وذلك في مرحلة دقيقة ذاتياً وموضوعياً ما زالت تداعياتها جلية إلى اليوم. وأود في الأخير التوجه إلى الأخ العزيز سي محمد اليزغي بتحية عالية على ما برهن عنه
من نبل سياسي ومن أخلاق رفيعة ومن تجرد عن الذات عندما تنازل عن دائرته الانتخابية الاعتيادية ليقترح علي بكل أريحية الترشح فيها، ومع اعتراضي المتواصل على ذلك وعدم استعدادي للترشح أصلاً في الانتخابات لم يمل من معاودة محاولات الإقناع لمدة غير قصيرة باعتباره أن الحزب بحاجة لوجوه جديدة في معركة انتخابية لن تكون يسيرة، وبالحاجة لتقديم النساء وتشجيع مشاركتهن في صنع القرار. ورغم الاعتراضات القوية للبعض تشبت بمقترحه وواصل تحفيزي إلى أن وافقت في الأخير، وانتصر الحزب في ما كان يطلق عليه دائرة الموت. إن تغليب مصلحة الحزب والتخلي عن موقع انتخابي لصالح امرأة هو موقف استثنائي من مسؤول حزبي استثنائي مثل سابقة في الحقل السياسي المغربي، تسجل له وتعكس ما يتحلى به من خصال عالية ومن تجرد وانفتاح ومن إيمان عميق بمبدأ المساواة وبحقوق النساء التي برهن في العديد من المحطات على قناعته الراسخة بها ودعمه الدائم لها ولنضال الحركة النسائية من أجل المساواة والكرامة والمواطنة الكاملة. كل التقدير والاعتزاز والامتنان للقائد الصلب والمناضل الفذ الأخ محمد اليزغي الذي نلتئم اليوم لتكريمه المستحق، ولنقول له بصوتنا الجمعي شكراً، شكراً على كل ما أسديته لوطننا وشعبنا وما قدمته من تضحيات جلة من أجل غد أجمل لبلدنا الحبيب، وشكراً لكم.